ركام ودمار، هكذا حولت جرافات الاحتلال منزلين في قرية دوما جنوبي نابلس، يعود أحدهما للمواطن محمد علي، وتبلغ مساحته قرابة 160 مترا، فيما يعود الثاني للمواطن مصطفى خالد مليحات، وتبلغ مساحته قرابة 200 متر مربع. والله هذا إجراء تعسفي وإجراء نجس وإجراء حاقد، حاقد بمعنى الكلمة. هذه حكومة حاقدة ونازية، نازية بمعنى الكلمة، وأيامها مش مطولة بإذن الله. قعدت 3 سنين وأنا أبني فيه، والله يعلم، والله الساعة ما دفعت حقه، الساعة في علي ديون منهم. نعم جابوا لنا اخطار، بس مش اخطار يعني توقعنا أن يصير هدم، اخطار. قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من البلدة وفرضت حصارا عليها وسط إطلاق الأعيرة المطاطية والقنابل الغازية اتجاه المواطنين والصحفيين، مما أدى إلى إصابة الزميل أيمن النباني مصور وكالة وفا قبل أن تشرع بهدم المنزلين بحجة البناء في المنطقة المصنفة جيم. يعني عدد المنازل المهددة بالهدم في هذه القرية أكثر من 150 إخطار تم تسليم المواطنين، منها إخطارات إزالة ومنها إخطارات توقيف عن البناء. الآن الحكومة الإسرائيلية الجديدة عندها منهجية وعندها عنصرية، طبعا هذا هاي الحكومة هي اللي فرزت، هاي الحكومة اللي فرزها الشعب الإسرائيلي، حكومة عنصرية، حكومة استيطان، حكومة متطرفة تقوم بهدم المنازل، عندها سياسة جديدة. مخاوف لدى المواطنين من أن يكون هدم المنزلين في تلك المنطقة مقدمة لهدم العديد من المنازل وتشريد أهلها بعد أن أخطرت أصحابها بهدمها في وقت سابق. هكذا هو الاحتلال يعيث فسادا في الأرض، دمار وخراب يخلف للفلسطينيين آلاما حادة مع استمرار عدوانه على شعبنا الفلسطيني. من قرية دوما، خليل أبو عرب، تلفزيون فلسطين.